من السيتي ووك في دبي، رمسات في فرع جديد، تجربة ملكية فاخرة وفارهة ورائعة. شركة جمعت بين خبرة شركة بريطانية عمرها 50 سنة تقدم العطور مع خبرة 15 سنة مع العطور الإماراتية. قدموا شركة واسم وبراند عالمي رمسات، ولك أن تتخيل الأصالة والجودة والمكونات الطبيعية الرائعة. أستاذ فاروق حميدي من إدارة رمسات العطور، مبروكين الافتتاح. الله يبارك بعمرك. الفرع المميز. شكرا لك، شكرا لك، الله يبارك بعمرك. شو الجديد في فرع السيتي ووك عن باقي الفروع؟ والله طبعا الجديد موجود عندنا الأجواء في المحل والذكريات المجددة عندنا في المحل، بالإضافة إلى موقع المحل الموجود في داخل المول في سيتي ووك. أنت ملاحظة أن في أسماء كبيرة ومشاهير جو اليوم. مزبوط. شو السر؟ شو اللي خلاهم ينجذبون لرمسات ويتفاعلون مع هذا البراند بالذات؟ حبهم للبرفيوم، حبهم للميكس اللي موجود برمسات، الميكس اليوروبيان مع الميكس العرب، العرب الإماراتي الأصيل مع ميكس اليوروبيان، هو خلى كل هالعالم تكون موجودة وتحب البراند أكثر وتحب تتعرف عليها بطريقة أكثر. فرع جديد، أكيد في عطور جديدة. نعم، في عندنا عطور نازلة جديدة موجود عندنا، عندنا لانش عطرين رجالي، هم طبعا يونيسكس بس ميالين أكثر للرجال، وعندنا عطر برضو نسائي. في عندنا بعض العطور موجودة هي قبل، ولكن احنا نزلناها برائحة جديدة، تعرف لان احنا عطورنا معمولة من ازهار موسمية، فيوم يخلص الموسم بالعطور فنضطر نعبي او نطلع عطر جديد نفس المسمى، ولكن في حلة جديدة، في عطر مختلف شوي، تويست مختلف شوي موجود عندنا. جميل، جميل. نعم. جدا. طيب سؤالي الاخير، شو الرسالة توجهها لمحبي رمسات والكلاينز أو زبائن رمسات؟ إن شاء الله يا ريت تشرفونا تزورونا المحل، خصوصا في سيتي ووك، وتشوفون المنتجات الجديدة موجودة عندنا، وإن شاء الله إحنا نوعدكم دايما في تطور وتقدم، ونوعدكم دايما في منتجات جديدة تعجبكم وتعجب إن شاء الله كافة أذواق زبائننا إن شاء الله.